هلا هنالك بالدول بالنسبة للوضع الأمريكاني بالشرق الأوسط، ونرى ماذا يفعلون الحوثيون ضد البواخر بالبحر الأحمر والمصالح العسكرية الأمريكية بالعراق وسوريا. وهذا نحن نعتبره استنزاف للطاقة العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة. والاستراتيجية الأمريكية في الوقت الحاضر هي بعد كأنه كل شيء عادي. هنالك أصوات عديدة اليوم بالكونغرس عم بيقولوا يجب أن تضربوا هذه الميليشيات العسكرية التي تقوم بهذه الأعمال ضد مصالحنا. إذا إيران عم تتبرى من الحوثيين يضربوا الحوثيين، إذا إيران عم تتبرى من أي فصائل بالعراق وسوريا يضربوهم، وإذا إيران هي المسؤولة عنهم يجب ضرب إيران، ضرب المنشآت النفطية الإيرانية ضمن إيران. هذا التصاعد يعني بدأنا نشعر به منذ عدة أسابيع في الوقت الحاضر، ولكن إدارة الرئيس بايدن بعد ملتزمة بموقف التهدئة، ولكن موقف التهدئة عم يعمل إحباط للجيش الأمريكي بالمنطقة، عم يعمل إحباط للمشرعين الأمريكيين في الولايات المتحدة، ويطالبون أكثر من هذه الإدارة. سنرى بالأسابيع المقبلة ماذا ستفعل هذه الإدارة، وإذا ستفصل هذه الميليشيات بالمنطقة عن إيران. يعني أفهم من هذا سيد توم حرب أنه الأيام المقبلة سنشهد ضربات أمريكية أكثر على الفصائل التابعة إلى إيران، وقد تكون الضربة في داخل إيران على المنشآت النفطية. هكذا القرار الأمريكي في المطبخ الأمريكي يدفع الرئيس بايدن بهذا الاتجاه؟ ينصح الرئيس الأمريكي أنه إذا بتعتبر أنه هذه الفصائل منفصلة عن إيران وهي يعني هذا تفويض سيد توم؟ هذا تفويض للرئيس الأمريكي أم هي نصيحة تحت أي عنوان؟ لا، هذا تفويض بعد ما أخذوا قرار بمجلس النواب. ولازم، ولكن هذه النصائح من المشرعين الأمريكيين، من المحللين العسكريين عند الأمريكيين، وحتى أعضاء ضمن إدارة بايدن. ولكن الرئيس بايدن بعد ما أخذ أي خطوة تصاعدية تجاه هذه المعسكرات. بس شو عم بيقولوا المشرعين؟ إذا ما بدك تروح تضرب إيران بالداخل، على القليل أضرب ضربات قاضية لهذه الميليشيات، إن كان باليمن وإن كان بسوريا وإن كان في العراق، وأنهيها مثل ما انهيتوا داعش، انهوا هذه الميليشيات. فإذا ظلت إيران على جنب فلتكن، وإذا إيران تدخلت فيجب أن يكون هنالك ضربات قاسية ضد المنشآت النفطية في إيران.